عقد رئيس اتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني بمدينة المرج هذا السبت اجتماعا مهما مع لجنتي المسابقات والحكام، وذلك لمناقشة عديد النقاط المهمة التي تتعلق بسير مسابقة الدوري الممتاز والمشاكل التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتدخلات الإداريين ورؤساء النوادي وعرقلتهم لسير بعض المباريات ومحاولة تأثيرهم على أطقم التحكيم، والتأكيد على ضمان عمل جميع اللجان في أحسن الظروف. كما ناقش الشلماني مع عبد المولى المغربي ونصر الدين جرين كل ما يتعلق بانطلاق مسابقتي الدرجة الأولى وكأس ليبيا، والتأكيد على ضمان سيرهما وفق أفضل الظروف التنظيمية. وألمح الشلماني إلى وجود مقترح جديد بخصوص الدوري السداسي لتحديد بطل الدوري الممتاز للموسم الحالي، بحيث سيتم عرضه على فرق المسابقة ومناقشته معهم. وطالب الشلماني بضرورة تطبيق اللوائح والقوانين تجاه كل المعرقلين لسير المسابقات، وطالب بتكاتف جميع الجهود لأجل نجاح جميع المسابقات المعتمدة.